كابتن سيد، سؤال برضو عايز اساله لك. هو انت تصريحاتك بعد اي مباراه بتبقى مجهزها؟ انت عايز تطلع تقول حاجه فبتقولها ولا؟ طيب بس عشان ده برضو سؤال محتاج فطير. الليله عاليه قوي الصراحه. ايه رايك؟ ايمن فين؟ اهو تعالى يا حاج ايمن. تعالى يا حاج ايمن. يعني الحاج ايمن برضو مصاب من اول، بس هو فتح فرع، انا عارف ان هو في 6 اكتوبر، لكن الفرع ده جديد. فرع النادي الاهلي. ايمن حبيبي، يعني يا باشا والله واحد من الناس المتالقه. شرفت بيكم النهارده كابتن مسلمان، يعني وحلقه جميله، وانتم ناس جمال، وربنا يوفقك يا كابتن. ربنا يخليك ويوفق نادي الاهلي كله بالفرق كلها، واحنا دايما نكون سعداء واحنا موجودين معاكم. والله يا رب يخليك. انت عارف يعني جمهور الاهلي ما شاء الله حبيبي. مصر كلها اهلاويه يعني. فربنا يقويك الفتره الجايه دي ان شاء الله، وناخد افريقيا وناخد الدوري باذن الله ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. واحنا طول ما احنا معاكم احنا سعداء والله. يا رب. ويا رب تكونوا انبسطتوا من الاكل النهارده ومن الفطير والشاي بتاعنا. حبيبي الفطير ده بقى لسه هندوق. هنشوف. ايه رايك؟ لا ده فطير مش هتاخده معانا. يعني ما عندكش. موجود يا باشا. هناخده معانا. لا موجود. الاثنين. لا اللي انت عاوزه كابتن. ربنا يخليك. بالتوفيق دايما. يا حاج ايمن النهارده، وسعداء جدا الحقيقه النهارده بوجودك معانا، والاكل اللي انت عملته اكل مصر كلها. انت دلوقتي في حته تانية يعني. يا حبيبي حبيبي ده على حسك والله. واحنا بنشكرك على الدعوه الجميله دي، ودايما كده بالتوفيق، وربنا يكرم ان شاء الله. وعاوزين بس ربنا يرفع لنا كورونا عشان احنا جبنا خيرنا منها صراحه، يعني تعبت الناس كلها، فربنا يكرم ونرجع للمدرجات ونشجع الاهلي المدرجات ان شاء الله في الفتره الجايه. شاكرين يا حاج ايمن. شاكرين. شكرا يا حاج ايمن، شرفتنا ونورتنا.